أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأسقاها وأتمها وأعلاها وأكملها وأسلامها على المبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى الصادق الأمين أبي القاسم المصطفى محمد. الأبرار الأخيار المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، وصل يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لصاحب العصر والزمان أرواحنا لهم الفداء، ولأهل البيت الأطهار، لأمة الإسلامية جمعاء، لا سيما الواجع العظام ذكرى ولادة أبي محمد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. التساؤل المهم والأساس في منعطف الأمة الإسلامية بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تناقش مسألة على نحو الفكر وعلى نحو التطبيق كما ناقشت مسألة الإمام. وهناك مجموعة من التساؤلات أثيرت حول مسألة الإمامة. من أهم تلك التساؤلات: هل من ضرورة لإقامة مشروع الإمامة في المجتمعات البشرية؟ التساؤل الثاني: وإذا كانت هناك ضرورة، ما هي مدى وسعة تلك الضرورة؟ في مقام الجواب على هذه الإشكالية الثنائية، وجدت ثلاث نظريات. النظرية الأولى قالت: لا شك أنه يوجد ضرورة لإقامة مشروع الإمامة والقيادة، ولكن سعة تلك الضرورة إنما تتأكد ضرورة نصب الإمام في المجتمعات البشرية في الزمن الذي تكون فيه الأمة قد انحدرت أخلاقياً وانحرفت سلوكياً وتسافلت عقائداً. هنا نحتاج الإمام حتى يأخذ بالناس من الظلمات إلى النور، حتى يخرجهم من ظلمات الظلم إلى نور العدل. أما النظرية الثانية قالت إن مشروع الإمامة إنما يتأكد بعكس رؤية النظرية في الزمن الذي تعيش فيه المجتمعات البشرية، حالة من الاستقامة، حالة من العدل، حالة من السمون. لماذا؟ قالوا: لأن وجود الإمام في زمن الفتنة زيادة في الفتنة. لماذا؟ لأن الإمام إذا جاء لإصلاح الأمة، فإن المتحكمين في مصير الأمة من الطغاة سوف يقفون حجراً عثراً في وجه مشروع الإمام، مما يؤدي إلى حصول نزاع وقتال، وقد يؤدي ذلك إلى قتل الإمام وأصحابه، كما حصل ذلك تأكيداً من القرآن الكريم في مسيرة الأنبياء السابقين ومسيرة الأئمة سلام الله عليهم. القرآن الكريم يتحدث يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من الذي قتل عليا؟ من الذي قتل الحسن والحسين؟
ما الذي قتل الإمام العسكري عليه السلام؟ أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبته للإصلاح. إذا النظرية الثانية تقول نحن نحتاج إلى الإمام في زمن العادي، في زمن الظلم لا، وجوده مشكل يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى القتال والمسامحة. الملاحظ على كلتا النظريتين ترجي أن كل نظرية من هاتين النظريتين تحصر ضرورة وجود الإمام في زمن دون زمن آخر. فأصحاب النظرية الأولى يقولون نحن نحتاج إلى وجود الإمام في زمن الظلم، في زمن العدل لا نحتاج إليه، لو كان هناك عدل لنحتاج إليه. وأصحاب النظرية الثانية نحتاج إلى وجود الإمام في زمن العدل، في زمن الظلم لا نحتاج إليه. إذن كل نظرية ترفع يدها عن وجود الإمام وضرورة وجود الإمام في الفرض المقابل لفرضها. أما النظرية القرآنية والحقيقة القرآنية التي صدع بها القرآن الكريم وأكدها المعصوم سلام الله عليه، فهي تدعي مدعيين. نحن نقول في البداية مدعيين حتى نقيم عليهما الأدلة. المدعى الأول تقول الرؤية القرآنية والرؤية المعصومية نحتاج إلى وجود الإمام في كل تقلبات حالات المجتمع البشري، سواء كانت تلك الحالة حالة ظلم أو حالة ماذا؟ عدل. ضرورة وجود الإمام لا ترتفع بأي حال من الأحوال، كما حكت الروايات المعصومية أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، يعني حالة ماذا؟ ديمومية استمرارية لا انقطاع لها. المدعى الثاني أخرى صلى الله عليه وسلم قالت بل التفت جيدا، إذا شوية توفون شوية بس الأجهزة هي شوية ذكية ونعرف يعني الأجهزة قليلة بس حتى شوية احنا ناخذ زين بعض المعارف المتصلة به مبدأ الإمامة حتى نكون على بصيرة الإمامة، يعني إحنا نعتقد أن إقامة الاحتفالات من لأجل التبرك وإنما لأجل إيصال معروف أهل البيت سلام الله عليه ولأجل التغيير فكريا ونفسيا وأخلاقيا وسلوكيا. زين تبي تجي المدعى الثاني تقول بل لو فرضنا وجود كرة أرضية خالية من البشر، لو فرضنا أن الوجود هذا لا يوجد فيه بشر أيضا لا بد أن يكون الإمام موجودا. أما دليل المدعى الأول نحتاج إلى وجود الإمام في كل تقلبات حالات المجتمع البشري، فنقول لأن الحاجة إلى وجود الإمام في زمن الظلم واضحة حتى يجتاح أصول الظالمين ويجتث أصول الفساد والانحراف ويقيم العدل. وأما ضرورة وجود الإمام في زمن العدل حتى يكون صمام أمان للعدل، لأنه يعني لا يمكن أن يصل معصوم المجتمع البشري إلى حالة من الرقي وحالة من العلو والسمو الإلهي ثم يرحل فتبقى البشرية محافظة على ذلك، مستحيل. ولكن يقول ماذا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا ان مات او قتل شنو يصير؟ قلبتوا على اعقابكم، لا بد لكم من ضمانه حتى لا تنقلبوا على اعقابكم، والضمانه هي الامام كما حدث القران الكريم وسيجزي الله الشاكرين. ختام هذه الايه شنو معنى؟ سيجزي الله الشاكرين على تلك النعمه التي اتمها الله عز وجل وهي نعمه ولايه علي بن ابي طالب عليه السلام. ولكن الكلام في المدعى الثاني، كيف يمكن أن نتصور أن وجود الإمام ضرورة حتى في ماذا؟ حتى فيما لو فرضنا وجودا أرضيا دون وجود بشر أيضا يجب أن يكون الإمام موجودا، من دليل على هذا؟
أولستم تقولون أن الإمام وجد لكي يهدينا، وجد لكي يعلمنا، وجد لكي يهذبنا؟ وإذا كان الإمام، إذا كانت الأرض خالية من البشر، لماذا يجد الإمام؟ هذا شبيه بأن تفتتح مدرسة وتجعل فيها أستاذا دون تلاميذ ودون طلاب. هكذا يشبهون الإشكال. في مقام الجواب على هذا الإشكال، أساسا القول بأن الإمام وجد لكي يهدينا هذه مقولة غير دقيقة وغير صحيحة. لما تقول الإمام وجد لكي يهدينا، ما معنى ذلك؟ معناه نحن الآن والإمام متفرع على وجود الله، خلقنا ثم جعل لنا الإمام وأرسله لكي يهدينا، وهذا ليس بصحيح. جعلكم الله أنوارا بعرشه محتقين. أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصل وجود المعصوم، إن المقولة الصحيحة مو المعصوم وجد لكي يهدينا، لا، نحن وجدنا لكي نهتدي الإمام. فرع وجود الإمام. زين، تعالوا معا لنذكر دليلا عقائديا دقيقا ومهما جدا للاستدلال على هذه الحقيقة، وهي أنه حتى لو فرضنا وجود كرة أرضية خالية من البشر ينبغي أن يكون الإمام موجودا. نرجع للدليل القرآني. القرآن الكريم بدقة عميقة جدا يبين لنا أن سر الخلق وغاية الخلق هما غايتان. لماذا خلق الله هذا الوجود؟ لتحقق غايتين. الغاية الأولى العبادة، الغاية الثانية المعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية الأولى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني أعلى درجات المعرفة، وإن كان أيضا أحد معانيها اليقين يعني الموت. أعلى درجات المعرفة. إذن هناك غايتان، إلا الذين آمنوا يعني المعرفة، وعملوا الصالحات يعني العبادة. إذا كانت الغاية لوجود الخلق هي العبادة والمعرفة، فإننا نقول لا يحقق حقيقة العبادة وحقيقة المعرفة إلا المعصوم. حتى أبين هذا المطلب أعزائي فيما تبقى لي من الوقت، يعني 20 دقيقة. ستقول لي إيمان ليش نحكي أنا باقي 10 دقائق؟ يعني 10 دقائق. بشكل مختصر جدا أعزائي وملقط ومفحص. النقطة الأولى، إن خلق النظام الوجودي دون بشر يلزم له العكس. يعني الله عز وجل لم يخلق هذه المجرات الشاسعة دون وجود بشر، دون وجود كائن عاقل يلزم عليه. لأنه نسأل، لماذا خلق الله المجرات؟ إما أن يكون محتاجا لها، تعالى الله ما عنده أصحاب المجرات، وإما أن يكون غير محتاجا ولكن خلقها هكذا، يلزم ذلك العدل. فلا بد أن يكون الخالق ماذا؟ مخلوق لغاية، والغاية مو تعود إلى الله عز وجل، لأن الله غني، وإنما تعود لمن؟ لمخلوق. لولاك ما خلقت الأفلاك. زين، لو وجد الإنسان على الكرة الأرضية هل يرتفع العبث عن خلق الله تعالى بهذا الكون؟ لا. ليش؟ لماذا؟ لأنه الإنسان بما هو إنسان قد يدرك بعض أسرار الأرض. التفت، هذه دقة مهمة جدا. احنا الآن علماء الفلك يقولون ماذا؟ الكرة الأرضية عبارة عن شيء. إذا أردنا مسألة يعني قياس الكرة الأرضية في الكون، ليست شيء، ذرة غبار فيها. حتى كلمة ذرة غبار أساسا
كلمة كبيرة عليه. الإنسان لم يكتشف بعض أسرار كل أسرار الأرض. لذا الله عز وجل خلق كل المجرات الشاسعة البعيدة التي لم تصل إليها التلسكوبات ولا المصادر الفضائية. نجوم تخلق وتفنى وتعدم. لابد من الإنسان المحيط بتلك المخلوقات الإلهية ويسبح الله عز وجل على تلك المخلوقات الإلهية حتى يرتفع الحدث. لابد من وجود إنسان محيط بكل ما خلق الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام المبين هو أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن بعده الأئمة الطاهرين سلام الله. هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا خلق الله الخلق للعبادة، ما الذي يحقق حقيقة العبادة؟ إحنا من حقيقة العبادة؟ إنه يقول العبادة ثلاثة أصناف، عبادة التجار أن تصلي وتصوم وتحج مقابل شنو؟ الجنة والقصور والفرعين والأنهار. النوع الثاني عبادة العبيد أن يبتعد عن المعاصي ويقيم الفرائض خوفا من النار. أمير المؤمنين يعبر بأن العبادة خوفا والعبادة طمعا ليست هي حقيقة العبادة. ليش حقيقة العبادة؟ بالله عليك، أكثر الناس يعبدون الله ماذا؟ خوفا أو طمعا؟ خوفا يا فيصل، أكثر خوفا. والبقية طمعا. زين، العبادة خوفا أو طمعا ليست عبادة حقيقية لله عز وجل، ليست عبادة حقيقية لله عز وجل. لماذا؟ لأن المنظور فيها مو الله عز وجل، المنظور فيها مصالح النفس. العابد خوفا يعبد لجلب لدفع المضرة، والعابد طمعا يعبد لجلب. ما الدليل على أن نعبد الله خوفا أو طمعا؟ ما الدليل على أن الطبطبي يجيب علينا يجيب دليل جدا لطيف. يقول افترض أن الله عز وجل ينزل بيان الآن خلاص في الآخرة لا يوجد نار. نار ما في خلاص. في وش؟ فقط وش؟ جنة. من سيعبد الله عز وجل؟ من سيعبد الله عز وجل؟ ما حد. وفي جنة وفي نار من أحد يعني. يقول إذا ما في نار يقول لك إيش درجة في جنة أصلاً؟ يخلي يضحك على البائد الدنيا وبعدين فكيف لو أن الله عز وجل ألغى الجنة والنار؟ قال أنا لي عليكم حق العبادة خلقتكم. فقولوا له إذن الذي يعبد الله خوفا الناظر في العبادة لحفظ العبادة هو دفع المضرة، والذي يعبد الله طمعا المنظور في مصلحة النفس جلبا. من الذي يعبد الله عز وجل خوفا ولا طمعا؟ المعصوم يقول ما عبدتك خوفا لذلك ولا طمعا في الجنة. من الذي يحقق حقيقة العبادة؟ الذي يحقق حقيقة العبادة المعصوم. لولا وجود المعصوم لا تتحقق هذه الغاية الكملة والعليا لوجود الإمام العادل الموجود. يعني انتبه جيدا بعض الإشكالات على الأئمة سلام الله عليهم. الإمام الكامل عليه السلام مسجون، ماذا نستفيد من الإمام المسجون؟ الإمام العسكري عليه السلام إمام محاصر، إقامة جبرية عسكرية معادية، ماذا نستفيد من الإمام المحاصر؟ أحد أسرار الاستفادة من الإمام المعصوم حتى وإن كان محاصراً أو غائباً أو مسجوناً أنه هو الذي يحقق حقيقة العبادة. لولا لا يجري نظام عالم الوجود كما أراد الله عز وجل، هو الذي يرفع العبث عن وجود عالم الوجود. من هنا تجد أن من أحد أهم أدوار الأئمة سلام الله عليهم تحقيق الغاية المثلى والكملة لوجود هذا الكون.
في عبارة غريبة جدا للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يصف فيها الإمام العسكري عليه السلام والحسن بن علي العسكري سراج أهل الجنة يستضيئون به. هذه في لفتة جدا دقيقة بها أخطر. يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أدوار الأئمة هم محصورة بماذا؟ بعالم الدنيا. لهم أدوار في عالم البرزخ، لهم أدوار في عالم القيامة، لهم أدوار في عالم الجنة. شنو معنى وجود الإمام العسكري عليه السلام في الجنة سراج يستضيئون به؟ سراج شنو معنى؟ يعني يبث المعارف الإلهية اللامتناهية ونقتلس من علمه حتى في العالم الجنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمعارفهم وأن يجعلنا ممن يعرف مقاماتهم ويهتدي بهديهم. إن كان للعذراء نور واحد فلفاطم من نورها 11، إن كان يوشع رد شمس مغيبه فالشمس قد سجدت لحيدر إذ أمر، إن كان موسى شق بحرا بالعصا فمحمد بالأصبع شق القمر.